السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في هذه الحلقه ديال اليوم غادي نبداوها بهذه القضيه. اتساءل باستغراب مع المغاربه، اين هي هذه الثروه؟ ولاستفاد منها جميع المغاربه ام انها همت بعض الفئات فقط؟ الجواب على هذه الاسئله لا يتطلب تحليلا عميقا. إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموس، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. كما شفتوا كل شيء كيعرف هذه المقولة الشهيرة ديال الملك محمد السادس، أين هي الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة؟ دونك هنا شنو زعما هذا؟ احتقار للشعب المغربي؟ كنضحكوا على الشعب المغربي؟ كنتنزلوا على الشعب المغربي؟ يعني هنا فين كيبان الخوت ما كاينش زعما ما كاينش احترام متبادل ما بين المؤسسه الملكيه والشعب. الملك ما كيديهاش، كيضحك على الناس، كيخرج كيقول لكم هكا في الكاميرا اين هي الثروه وهل استفاد منها جميع المغاربه. كيفاش كاين هي الثروه؟ ونسولك انت هنا كيبان الخوت كيبانوا بزاف ديال شويه من الثروه شويه من الثروه، الفتات ديال الثروه كيبان هنايا. هنا غادي نخليكم تشوفوا هذا المقال هنايا، هذا كيقول على ان الملك محمد السادس عنده لوغو ديال لو لوكس، مي يعني سون موديراسيون، يعني متجاوز فيه داكشي. وهنا تيقولوا الشباب المغربي مع ان الناس كتهرب من المغرب قطع البحر، ويعني كتخاطر بالحياه ديالها ويمكن لها تموت في وسط البحر، الملك محمد السادس كيشري كيتبرع مع راساتو كيشري واحد اليخت، يخت اللي يعني فاخر جد فاخر، 100 مليون ديال الدولار الامريكي. واش فهمتوا الخوت؟ كيقول لك اين هي الثروه. مؤخرا القصر اللي شرا في باريس مع الكاتب الخاص ديالو منير المجيدي فوق 120 مليون الاورو، هو والكاتب الخاص ديالو مشارك فيه. هنا باش تشوفوا يعني فين هي فلوس الشعب. فلوس الشعب كتهرب لبرا، فلوس الشعب كتخرج لسويسرا وبناما ولكسمبور، يعني الشفره بالعلالي، الذهب كيخرج، الذهب كيهرب من برا. دونك بزاف الخوت بزاف، وفي الاخر كيجيو كيضحكوا على الشعب المغربي، والشعب ما عندوش فين يخدم، الشعب ما عندوش ما ياكل، الشعب فيه الجوع، الشعب كيخرج يتظاهر في المظاهرات وكيتقمع وكيدخل للحبس. اي واحد الا خرج بنادم كيهضر على الجوع كيشدوه كيقمعوه وكيدخلوه للحبس، الا هضرتي على الحق غادي يدخلوك للحبس. وهنا واحد الحاجه اللي هي جد مهمه وجد مهمه في الوثائق، فاش خرج داك السكوندال ديال بنما بايبرز، يعني تفضحوا بزاف ديال المجرمين، لان هادو مجرمين كيهربوا الفلوس لبرا، مجرمين. وهنا تبين وجا في الصداره الاسم ديال الملك محمد السادس والاسم ديال الكاتب الخاص ديالو منير المجيدي. منير المجيدي والكاتب الخاص ديال الملك، هذا مجرم كيهرب الفلوس لبرا، هذا كيتهرب من التهرب الضريبي كما كتشوفوا هنا في المقالات، هما كيهضروا عليه هنايا. الاسم ديال منير المجيدي ديما حاضر، ها نتوما هنا فوالا، كيقولوا على اساس انه عنده لي كونت بونكير، حسابات بنكيه سريه، ها هو هنا عاوتاني الاسم ديالو. تيقولوا على اساس انه يعني عنده شركات اوف شور، يعني شركات اللي كتكون في شي دوله بحال هنايا ليزيل فييرج، كيكونوا في دوك الدول اللي فيهم التهرب، اللي كيكون باغادي فيسكو. الباراديسكو هو جنات الضريبيه اللي ما كيخلصوش فيها الضرائب. دونك هنا ملي كنشوفوا مثلا في الحبس انسان شريف استاذ حقوقي المعطي منجب مؤرخ اللي هو دابا داخل اضراب الطعام وفات اليوم العاشر ديالو، كنشوفوا على انه متابعينه بغسيل الاموال، فكنقولوا اللهم ان هذا منكر، وتنقولوا شنو دابا هادو باش خصنا نتابعوهم، باش خصنا نتابعو الملك ومنير المجيدي. راه بزاف على الشفره، راه الشفره هادي. ومنير المجيدي كما قلت لكم مجرم، يعني كيهرب الفلوس لبرا، ومجرم
متابع يعني هو لو كومونديتير مسؤول على التعذيب اللي تعرضت له، هو المسؤول على التعذيب اللي تعرضت له. يعني هذا مجرم متهم بالتعذيب وجالس حدا الملك. اذا الملك كيعجبوه هاد الناس هادو، كيعجبوه هاد المجرمين. غير حط لنا مجرم عبد اللطيف الحموشي كيجلد في عباد الله وكيعذب في الناس وكيصور لهم الاخراج في البورنو، وحط حداه مجرم واحد اخر حتى هو هو اللي كان وراء التعذيب ديالي. دونك هنا بزاف هادشي خاص يتوقع على هادشي، توقف له شي حل لهادشي. خاص الشعب المغربي يفهم هادشي ويعرف هادشي كامل. وهنا غادي نشوفوا هاد القضيه، وهذه خطيره وجد خطيره. يعني في هاد الوثائق اللي خرجوا اللي كيفضحوا هاد المجرمين، يعني كما كنقولوا هنايا تبين على اساس ان الملك محمد السادس عنده حساب بنكي سري مع الكاتب الخاص ديالو منير المجلي. وهنا الخوت راه كلشي كتعرفوا، يعني الا خدمتوا عقلكم وتصنتوا، واش عمرك كتكون كيكون شي واحد داير حساب بنكي مع الاخ ديالو؟ كنشوفوا شي واحد داير حساب بنكي مع الاخ ديالو، اولا حساب بنكي مع الاب ديالو، اولا يعني الحساب البنكي ملي كيكون مشترك يكون مع الزوجه ديالك فقط. هذه فيما زعما في اي دوله ما كنشوفوش شي واحد داير شي حساب، يعني نورمالمون هذا هو اللي تيكون حساب ما بينك وبين الزوجه ديالك كيكون. هنا المؤسف هو ما ان ملي خرجوا هاد الوثائق ما شفناش شي حساب سري بنكي ما بين الملك والزوجه ديالو السابقه الطليقه الاميره سلمى، ما لقيناش. ولكن لقينا ان الملك محمد السادس مشارك في حساب بنكي سري مع الكاتب الخاص ديالو منير المجيد. وهنا طلبنا في عده فيديوهات طلبنا شرح وتفسير لهذا الموضوع من المؤسسه الملكيه باش تشرح للشعب المغربي، لان بغينا نعرفوا شكون هو منير المجيدي، ما هي العلاقه السريه ما بينه ما بين الملك. لان الحسابات البنكيه ما كتكونش من غير الازواج، ما يمكنش. ما عمرنا شفنا في شي دوله في العالم لا رئيس ولا ملك عنده حساب بنكي مع الكاتب الخاص ديالو. مع ذلك الحاجه اللي اكثر واكثر هو ان الملك محمد السادس ومنير المجيدي مشاركين في عقار شاريين قصر القصر الاخر في باريس اللي تشرى، واللي كان الملك كيخطب عليكم وتيقول لكم يعني كورونا زيرو الدوله ما عندها ما تعطيكم. البارح هو الليله شاري قصر فوق 120 مليار فوق 120 مليون ديال الاورو هو منير المجيدي. دابا هنا هادشي خاصو يتوضح، كيفاش انت مشارك في عقار ما بينك وبين الكاتب الخاص ديالك؟ ما عمرنا ما شفناهاش، ما كايناش في العالم، كاين حتى شي رئيس في شي دوله. وما شفنا كنشوفوش ان الملوك كيشريو القصوره في دول اخرى. دونك عندنا حنا هادشي كيفاش تديروا لهاد الفلوس تخرجوها؟ هادو هاد الشركات يعني هادو في بلايص ديال التهرب الضريبي. يعني انتوما ما كيتابعكم حتى واحد اللي مهربين الملاير، ولكن كنشوفكم متابعين المؤرخ والحقوقي والاستاذ الجامعي معطين منجيب بغسيل الاموال. اللهم ان هذا منكر، هذا هو الاجرام، هو اللي كديروه نتوما. هاد الفلوس اللي مهربين نتوما كاملين شنو غنديروا معكم؟ باش غنتابعوكم نتوما بالتصبين ديال الاموال باش؟ دونك راه هنا الشعب المغربي راه خاصنا كلشي، خاص الناس راه لا بركه من الشفره لا للظلم لا للحقره ولا للشفره، راه فلوس الشعب هذه. وهنا في هذه القضيه كما كنقول لكم ديال القصر راه خطيره وجد خطيره. واش عرفت شنو هي الملك ديال البلاد شاري قصر مع الكاتب الخاص ديالو؟ ما شفناهش حتى مع الزوجه السابقه ديالو قلنا لكم. وهنا ها الوثيقه، وشوفوا هنا مزيان السينياتور ديال الملك محمد السادس، السينياتور ديال الملك محمد السادس ومعها السينياتور ديال منير المجيدي الكاتب الخاص ديالو. شوفوها مزيان. وهنا غادي ندوزو غنرجعو لهاد الباطو الاخراني اللي شرا. لا قلت لكم راه بزاف الخوت، واش باطو ب 100 مليار؟ هذا راه ماشي الباطو الاول، هذا راه ديجا الملك عنده واحد اليخت، عنده اليخوت بزاف دوك اللي بالموتور، هادو لي فوالي كيتسماو اللي بالشراع، عنده ديجا واحد هو ديال البوغاز، ها هو هنا. ولكن الملك محمد السادس ما كفاهش هذا الشيء، ان الفلوس موجوده، فلوس الشعب موجوده. دونك شنو دار هنايا؟ زاد شرا لكم هذا الاولاني كانت فيه واحد 62 متر تقريبا، هذا فيه كدا 70 متر، ها هو 100 مليار 100 مليون ديال الدولار.
وشوفوا تفرجوا مزيان في التصاور الداخل، شوفوا الخوت، شوفوا الصالونات، شوفوا فلوس الشعب فين مشات، شوفوا فلوس الشعب فين مشات. فوالا هنا فين كيتبرع الملك ومنير المجيدي، وهذا الشيء هذا من فلوس الشعب، هذا الشيء هذا من فلوس الشعب، من فلوس الشعب. والناس خارجين برا كيطلبوا باش يخدموا، وكنشوفوا الناس في الشوارع كتبيع الديسير، كتبيع البنان، مملكه البنان، كتبيع البنان التفاح، وكيجي المقدم القايد كيهز لهم السلعه ديالهم، الناس كتبكي. ديك النهار كنشوف واحد الفيديو، السيد مسكين كيتلاح تيتخشى تحت الكاميو، تيقول لهم رزق ولادي، كيتخشى تحت الكاميو تحت الرويضه ديال الكاميو، تيقول لهم وما كاين لا حنان ولا شفقه. الشعب كيخرج مسكين يبيع ويشري باش يدخل ما ياكل وما يوكل وليداتو، والو. الناس كتدخل حتى تطحن، محسن فكري تطحن في الطار وتزبل بفلوسه برزقه، شاري الحوت من المرصه وتقول ليه هادشي هادشي انتيردي، كيفاش علاش علاش تبيعوه في المرصه؟ والسيد طحنوه في الكاميو تزبل. الخوت راه فلوسكم ها هي، فلوس الشعب ها هي، فين هي فلوس الشعب؟ فين هي الثروه؟ ها هي في بنما وسويسرا، وها هي في اليخوت، اليخت سميتو باديس ان، ها هو اليخت، ها البوغاز، ها باديس ان، ها القصور، القصور في باريس. مازال غنرجعوا لهذا الموضوع لان كاين بزاف القصور في باريس، راه بزاف على الشفره، وراه بزاف على الظلم، وراه بزاف، راه تعيشوا بوحدكم، راه ضروري نقسموا مع الشعب يعيش. الثروه محمد السادس راه ديتيها انت والانتوراج ديالك، ديتيها انت والشفاره اللي دايرين بيك، وعلى راسهم المجرم والنصاب والشفار واللي كيتهرب من التهرب الضريبي منير المجيدي الجلاد، باش تكونوا واقعيين. محمد السادس راه انت المسؤول على هذا الاجرام كامل، ومني كيهضر شي واحد انت مدور اقرب الناس اليك مجرم، اقرب الناس اليك مجرم متهم بالتعذيب، منير المجيدي هذا اقرب الناس اليك اللي مشارك معاه في كونت بونكير ومشارك معاه في القصوره مجرم، وزيد حط لنا مجرم واحد اخر عبد اللطيف الحموشي كيجلد في الناس، كيعذب في الناس، وكيصور في الناس، وكيغتصب الناس بالقرعه، كيعطي التعليمات ديالو اللي شفتو في قاعه التعذيب، اللي حاضر كان كيحضر، كيحاضر في وسط قاعه التعذيب فاش كان تعذب، كيشرف على التعذيب ديال الناس، كيغتصبوا الناس بالقرعه، وكيغتصبوا الناس بالعصا، وكيصوروا الناس في بيت الناس، كيصوروا الناس في لوطيلات، دير لنا شد لنا طلقنا مخرج للبورنو تما كاينات. راه انت المسؤول على هادشي كامل، انت محمد السادس المسؤول على هادشي كامل، ولازم غادي يجي اليوم اللي غادي تجي فيه المساءله والمحاسبه على هادشي. هنا كنتوجه الشعب المغربي الاحرار والحرائر، راه ما يمكنش الخوت، ها رزقكم فينا هو، ها رزقكم فينا هو، ها هو فين كيمشي. وغدا عاوتاني يخرجوا لك العياشه، يخرجوا شادين البنان، شادين ما عرف شنو، كيقول لك الملك، الملك الملك ما محتاجش اللي يدافع عليه، هو خاصو يجي المساءله ويتحاسب معنا مع الشعب المغربي، هادشي اللي خاص يكون، المساءله والمحاسبه. وهنا كنقولوا اطلاق، واجب اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، جميع المعتقلين المظلومين، جميع الناس. انا بزاف عادي البداحي حتى هو ما كنسمعوش عليه الاخبار، هذه مده ما كايناش اخبار عليه، كيفاش هذا الشيء هذا؟ بزاف لازم، ولازم وواجب اطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين، الصحفيين، كل شيء. وكنختموها باش نختموا الفيديو، اين هي الاميره سلمى؟ اين هي الاميره سلمى؟ اين هي الاميره سلمى؟ وما يجيش شي واحد يبدا يسالني علاش كتسال على الاميره، علاش كدير هذا الدبب الحموشي او العبيد او العياشه، بلا ما يجي شي واحد يسولني. راه جاوبناكم في الفيديو اللي فات، كنسول على الاميره سلمى، باغين تزوج بها. الخوت كما وعدتكم غادي تكون في الاسبوع المقبل، اللي حصري وحصري وحصري، مصادر اكثر من موثوقه. وكما قلت لكم صويره غادي نجيبوها باش نوريكم اننا كنهضروا، ما كنهضروش من الفراغ، كاين التصاور، غادي نجيبوا التصاور اللي ما عمرهم كما كنقول لكم الانترنت ما كاينينش، التصاور اللي غادي يجيو حصريين ما كاينينش، ما عمرهم بانوا. وغنتبعوا هذه القضيه ديال الاميره حتى تبان. وهنا كنقول لكم خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، نتمنى لكم نهار مبروك، وموعدنا في الحلقه المقبله. السلام عليكم.